القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز العناوين. الرئيس: يجب أن تتحلى مفاوضات سد النهضة بالإيجابية. وإثيوبيا: لا تأثير سلبي على مصر والسودان. الجبال: هي الانتخابات الرئاسية ليست مسرحية. نبيلة مكرم: قل للمصريون بالخارج ولا تقل أقباط المهجر. وإليكم تفاصيل النشرة. تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك لتمويل مشروعات البنية التحتية، هذا ما اتفق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة الثلاثية التي جمعته ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلا ميريام ديسالين لبحث آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، حيث أكد الرئيس على ضرورة أن تتحلى المفاوضات بالروح الإيجابية والحفاظ على المصالح المشتركة، مطالبا جميع المسؤولين المعنيين بالمفاوضات بتنفيذ توجيهات القادة وإنجاز عملهم وفق الإطار المحدد. هذا وجرى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك يضم وزراء الخارجية والري من الدول الثلاثة واللجنة الوطنية الثلاثية، ورفع تقارير نهائية خلال شهر تتضمن حلول لكافة المسائل الفنية العالقة، بما يضمن التنفيذ الكامل لإحكام اتفاق إعلان المبادئ وعدم التأثير سلبا على مصالح مصر والسودان المائية. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أن المزارعين في مصر والسودان لن يتأثروا سلبا بسد النهضة، مشددا على أن عدم الإضرار بمصالح شعوب الدول الثلاثة هو الأساس الذي تنطلق منه المفاوضات. فيما أعرب الرئيس السوداني عن عزم بلاده لعمل في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق حول جميع المسائل الفنية العالقة، مؤكدا في هذا الإطار على ما يجمع الدول الثلاثة من مصالح مشتركة ومصير واحد. كما تم الاتفاق خلال القمة على تبادل الدراسات الوطنية والمعلومات الفنية بين الدول الثلاثة. سيدتان فوق 100 وشباب تحت 18 عاما حرروا نماذج التأييد لرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا ما كشف عنه الدكتور محمد أبو شقة المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة، قائلا إن عدد النماذج التي وصلت لمقر الحملة حتى الآن 915,000 نموذج تأييد شعبي، مشيرا إلى أن هناك آلاف النماذج من مواطنين دون 18 عاما وتم استبعادها لأنهم غير مقيدين في الجداول الانتخابية، موجها الشكر لهم مضيفا: وجدنا مواطنين كبار سن أصروا على أن يتوجهوا بأنفسهم إلى الشارع العقاري، فهناك سيدة من الشرقية ناهزت 100 عام وأخرى تدعى نجية كريمش أحمد من الضبعة مواليد يناير 1918، توجهت بنفسها إلى مكتب توثيق الطبعة لتحرير نموذج التأييد، متوجها بالشكر لكل الذين حرروا نماذج تأييد السيسي. والانتخابات الرئاسية ليست مسرحية، فالشعب المصري سيقول كلمة بها. هكذا جاءت تأكيدات المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومؤسس التحالف الجمهورية على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر مكافحة التطرف الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية، قائلة: إن مصر في مرحلة لحرب ومرحلة استثنائية في تاريخها ومرحلة انتقالية وتأسيسية، موضحة أن المشهد يستدعي أن تكون هناك رؤية وطنية شاملة لإعادة النظر في الحياة السياسية المصرية وفي الحالة الحزبية ووضع خطة وطنية لتطويرها، مضيفة إن القضية ليست قضية الرئيس السيسي، فبعض الناس تصفي حسابات معه وهي واهمة لأنه لم يكن مرشحا رئاسيا بل كان قائد الجيش الذي استدعاه الشعب المصري لقيادة الأمة لأنها كانت في حالة خطر، وما زال هذا الاستدعاء قائما. نبيلة تصحح المفاهيم، فقد رفضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج استخدام لفظ أقباط المهجر لوصف قطاعات من المصريين بالخارج، قائلة: لم يعد لدينا هذا المصطلح، لدينا مصطلح أكبر اسمه المصريون بالخارج، لا يوجد شيء اسمه أقباط مهجر، فهذا المصطلح كان يستخدم في توقيت محدد لتحقيق أهداف سياسية بعينها،
مضيفة في كلمتها باجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب لبحث سياحة العودة للجذور وجذب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المهاجر لزيارة بصرة، أن من طلب منها تنظيم رحلات العائلة المقدسة هو رجل أعمال مسلم اسمه أحمد يعيش في إنجلترا، موضحة أن هناك تنسيقا بين وزارتها ووزارتي السياحة والآثار في هذا الملف. المحافظ يهاجم رؤساء المدن، فقد عبر الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط خلال لقائه مع رؤساء المدن والمراكز بمحافظة دمياط عن استيائه الشديد من سوء حالة النظافة وأدائهم في مواجهة الأمطار والنوة الشتوية، مؤكدا أنه لم يتمكن من أداء صلاة الجمعة الماضية بسبب كمية الاتصالات التي تلقاها من المواطنين بسبب غرق الشوارع الرئيسية بالمدن، محذرا رؤساء المدن والقرى قائلا هناك حاجة اسمها تقارير عدم صلاحية ومن بكرة تقعدوا في بيوتكم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرات أخرى بإذن الله.